السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ شباب يلا امريكا. النهاردة هنتكلم عن 3 صعوبات بتقابل المهاجرين العرب هنا في امريكا، واول حاجة هي نقص الخبرة الامريكية. العالم كله بيعترف باي شهادة او خبرة من جوه امريكا، لكن امريكا ما بتعترفش باي خبرة او اي شهادة جاية من برا امريكا. يعني لو معاك شهادة وخبرة محترمة وسي في ما فيش زيه لكن ما اشتغلتش جوه امريكا، من الصعب جدا انك تلاقي شغل، وده طبعا بالنسبه للمهن والوظائف المرموقه زي مهندس او محاسب او محامي. طيب والحل؟ الحل انك تشوف مكان تقدر تشتغل فيه كفولنتير، يعني متطوع. هتروح المكان ده اللي هيكون مرتبط بالتخصص بتاعك وتشتغل فيه كل يوم وتثبت نفسك وتعمل علاقات كويسه، عشان بعد كده تاخد منهم شهادة خبرة بانك انت كنت موظف منضبط وكفء، وشهادة الخبرة دي هتفيدك لما تيجي تدور على شغل. الحاجة التانية هي السكن. السكن في امريكا غالي لو كنت عايش في ولاية رخيصة زي تكساس او اوهايو او ميشيغان او تينيسي، هيكون من 600-700-800 دولار وانت طالع. ولو ساكن في ولاية غالية زي نيويورك او شيكاغو او كاليفورنيا، فالسكن او الايجار بتاعك هيكون 2000 دولار. فلو حضرتك ما اشتغلتش كتير عشان تعمل فلوس كتير عشان تسد ايجارك وفواتيرك والالتزامات اللي عليك، الليزنج اوفيس بقى هياخد امر من المحكمه وهيطردك في الشارع. واحد يقول لي انا هشتري بيت، اقل بيت في منطقه امنه وكويسه ومدارس محترمه، وحط تحت كلمه محترمه دي 3-4 خطوط، هيكون 150,000 كاش. طيب لو قسط، لازم يكون عندك تاريخ ائتماني او كريدت سكور او كريدت هيستوري، وهتدخل في امور وحاجات مش هنتكلم فيها دلوقتي، وهتفضل تسد في البيت 30 سنه وال150 الف هيبقوا 300 الف، وما تسالنيش ازاي. وتالت حاجه تربيه الولاد. لو عند حضرتك ولاد او بنات في سن المراهقه 12-13 سنه فيما فوق، لازم تبذل مجهود كبير جدا في تربيتهم وتكون مركز جدا معاهم، لان ابنك او بنتك هيقدروا يعملوا اللي هم عايزينه بدون الرجوع ليك، ومش هتقدر تتحكم او تسيطر عليهم، فلازم حضرتك تكون قريب منهم وعارف صحابهم. وبعض العائلات العربية أنا شفت بترجع الولاد في المرحلة دي 5 أو 6 سنين، وترجعهم تاني بعد ما بيكونوا عرفوا الصح والغلط. هم دول الـ3 صعوبات اللي بيقابلوا المهاجرين العرب اللي بيجوا هنا. هنعيدهم تاني بسرعة: أول حاجة نقص الخبرة الأمريكية، تاني حاجة السكن، تالت حاجة تربية الولاد. اللي شايف ان في صعوبات تانية بتقابل المهاجرين العرب انا ما قلتهاش يقولها لي في التعليقات، وان شاء الله هنتناقش فيها مع بعض. في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنتكلم عن 5 مميزات بيتميز بيها الجالية العربية هنا في امريكا. تابعونا. شكراً.